أهلاً وسهلاً بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سنتناول موضوعات الأسبوع الرابع لمادة اللغة والأدب، لكن قبل ذلك دعنا نستذكر يا عزيزي فن المقالة. فن المقالة كما قلنا سابقاً هو تركيبة إنشائية قصيرة. إذن فن المقالة هي تركيبة إنشائية قصيرة تدور حول موضوع معين أو أحد محاور هذا الموضوع. هي تكتب المقالة بأسلوب مبسط وسهل الفهم عند القارئ، وتظهر المقالة قدرة الكاتب في إظهار ما لديه من إبداع ومن مبادئ فكرية اتجاه موضوع معين. حيث تكون المقالة عبارة عن مقدمة والموضوع الذي يكون في الوسط ثم الخاتمة، وتعرف المقالة في معجم المعاني بأنها عبارة عن بحث قصير في المواضيع الأدبية أو السياسية أو العلمية، حيث تنشر هذه الأبحاث في المجلة تنشر هذه الأبحاث في المجلات الأدبية أو السياسية أو العلمية. وللمقالة عزيزي الطالب كما قلنا سابقا هي أنواع، منها المقالة الذاتية والمقالة الموضوعية، وأيضا هنالك خصائص للمقالة، منها تعبر المقالة عن آراء الكاتب، وهي بهذه تتميز عن أنواع الكتابة النثرية الأخرى. تمتاز المقالة بسهولتها وبساطتها، تمتاز المقالة بالتماسك بين مواضعها والتدرج بها من فقرة إلى أخرى، تمتاز المقالة بأنها لها حجم معين. وفي هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سوف نتناول القاعدة النحوية بعنوان جمع المؤنث السالم، وبالتأكيد سوف نستذكر القواعد النحوية التي تم التطرق إليها سابقا مثل جمع المذكر السالم والمثنى أيضا، والتمييز بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. أيضا سوف نقوم بالإجابة عن ورقة عمل خاصة بجمع المؤنث السالم بعد أن نتعرف على مفهوم جمع المؤنث السالم وما هي الحالات الإعرابية للقاعدة النحوية. في نهاية الحصة سوف نجيب عن هذه عن ورقة العمل كتقييم للطالب ليستطيع معرفة مدى فهمه للقاعدة النحوية. وبعد ذلك عزيزي الطالب في هذا الأسبوع أيضا سوف نتطرق إلى كتاب التربية الوطنية ودرس بعنوان المجتمع الأردني، سوف نتعرف على مفهوم المجتمع وخصائص المجتمع الأردني، ونطبق على هذا المفهوم العديد من الأنشطة التفاعلية داخل الغرفة الصفية من خلال العمل في مجموعات. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب أيضا سوف نجري اختبار قراءة واختبار إملاء للقواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا، واختبار القراءة سوف يكون لدرس التكنولوجيا في التعليم، سوف تقوم بقراءة النص قراءة جهرية معبرة مراعيا معايير القراءة الجهرية. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نقوم بإجراء مهمة شفهية حول إيجابيات وسلبيات الإنترنت، سوف يتحدث الطالب في مدة زمنية محددة مراعيا معايير التحدث والتحدث بلغة سليمة خالية من الأخطاء حول إيجابيات وسلبيات الإنترنت، وذلك بعد مناقشة هذا الموضوع مع زملائه من خلال العمل في مجموعات. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى عمل وتصميم مطوية تتحدث وتدور حول تطور التكنولوجيا عبر الأزمان، سوف يكتب الطالب في هذه المطوية مفهوم التكنولوجيا وكيف تطورت هذه التكنولوجيا قديما وحديثا، ويقارن الطالب أيضا
التكنولوجيا بين الغرب والعرب في مجال التكنولوجيا، في مجالات التكنولوجيا المختلفة، سواء التعليم، الطب، في مجال الطب، في مجال السياسة، في مجال الصحة، في العديد من هذه المجالات. سوف يذكرها الطالب في هذه المطوية، ثم يعرضها أمام زملائه داخل الغرفة الصفية. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.